قسيس شادي، انت تكلمت عن فكرة الوحدانية والثالوث. اذا بتحب انك تجمع الموضوع بشكل مختصر في دقيقة او دقيقة ونص، ايه الرسالة اللي ممكن توصلها؟ امين. انا برضو بس التحيه للاخ زكريا، ما سمعت صوته وما سمعت تعليقه او سؤاله، لكن نعم الرب شوف الفيديو بعدين واسمع. لكن ببساطه السيد نزار، اليوم حاولنا نقول انه الكتاب المقدس يعلم انه وحدانيه الله ليست وحدانيه بسيطه مجرده، لكنها وحدانيه مركبه، وحدانيه غير بسيطه، وحدانيه فيها ثلاثه اقانيم. فاحنا كمسيحيين نؤمن بالثالوث، يعني نؤمن بخمس نقاط بسيطه. نؤمن اولا انه الله واحد، نؤمن انه الاب هو الله، النقطه الثالثه نؤمن انه الابن هو الله، النقطه الرابعه نؤمن ان الروح القدس هو الله، والنقطه الخامسه نؤمن انه ثلاثه الاقانيم الاب والابن والروح القدس ليسوا ثلاثه الهه، لكنهم اقانيم متميزه تشترك وتتساوى في الجوهر الالهي. فنحن نؤمن بذات الهيه واحده في ثلاثه أقانيم، وهذا هو إيماننا كمسيحيين اللي منشوفه في الكتاب المقدس بشكل واضح، وأيضا اللي يقبل التحليلات المنطقية إلنا لطبيعة الله، إنه هو كيف كان يتصرف، كيف، ما هي صفاته، هل صفاته أزلية أم صفاته كانت صفاته صفات ناقصة حتى استدعى إنه يخلق حتى يكمل صفاته، هل كان يتكلم ويسمع، هل الله محبة؟ وهذا موضوع كثير مهم جدا جدا، هل الله محبة؟ إذا كان محبة هل احتاج إلى خليقة ليحبها، ويحتاج أنه يخلق إنسان أو ملاك حتى يحبه، أو هو كان مكتفي بذاته؟ نؤمن أن الله مكتفي بذاته بدون أي خليقة، فلو شال الله شال كل الخليقة وله كل السلطان في ذلك، هل ينقص منه شيء؟ أبدا، لكن هو خلقنا بسبب محبته. وهذا التفسير الوحيد اللي أنا بشوفه الآن بعد حوالي 21 سنة في الإيمان المسيحي وقراءة لكثير من الفلسفات والديانات الموجودة، ما في أي تفسير ليش الله خلق هذا العالم إلا بسبب المحبة. أكيد قسيس شادي، الوقت أزف، وأنا بشكرك من كل قلبي، ولنا لقاءات أخرى في المستقبل قسيس شادي. شكرا جزيلا والرب يباركك. أحبائي، خلينا أحط بكلمة واحدة كل هذا الموضوع من أجلك ومن أجلي. يعني إذا إحنا كبشر صعب نستوعب كيف كيان الإنسان من جسد ونفس وروح، فكيف نستطيع أن نفهم الله إلا عن طريق روح الله وإعلان الله؟ فبصلي من كل قلبي إنه هذا الإعلان تناله وتؤمن بالرب يسوع المسيح. ربنا يباركك، إلى اللقاء.